طيب يا شباب، اول حاجه نحن طبعا انتوا عارفين براكم انه البلد دي نسبه التضخم بتاعتها عاليه، يعني من 2016 نسبه التضخم الاقتصادي في البلد دي 56%. نسبة التضخم في البلد دي يا جماعة 56% من 2016 ولسه ما زالت زايدة. ناس البنك الدولي قالوا أي دولة في العالم تصل نسبة التضخم ل 12% دي من أغلى دول العالم نموا اقتصاديا. يعني أنا هسه كلامي ده قلت لشنو؟ نحن الناس ديل بنشكرهم بحاجة واحدة، يعني طبعا كل الجمعيات السلفية بمسمياتها الدينية المختلفة في البلد دي عبارة عن جمعيات كوميدية وليس إلا. الموضوع ده معروف لكل الناس، معروف إنه هسه بقت في أزمة بتاعة مواصلات وشارع النيل والساحة الخضراء والحاجات زي دي، الناس ما قادرة توصل لرغبة إنها ترفع عن رقبتها. يعني أنصار السنة ديل جو هنا والحمد لله ضحكوا الشباب ديل ودي بنشكرهم عليها، يعني دي حاجة نقطة تذكر. يعني السلف معلش الليلة طلعوا يعني في 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 بدايات كلام قاعدين يقولوا إنه مثلا نحن مرجعنا الكتاب والسنة، أنصار السنة قاعدين يقولوا نحن مرجعنا الكتاب والسنة، الصوفية بيقولوا نحن مرجعنا الكتاب والسنة. يا تكتاب والسنة نحن ما عارفين إن صحيحات ديل بالنسبة لكل زول يقول لنا إحنا حقاتنا ويجوا بعد ذاك ينقضوا في بعضهم. الفتنة دي وأسهل قيادة، أسهل قيادة هي قيادة الدين. عشان نكون الناس تكون واضحة إنه الناس ديل ما زول بيقرأ لك كتاب يحفظ له خطب، ناس ما عارف الخطب دي بيجي بيقول للناس ديل، الناس ديل بيصدقوا طريقة الإلغاء بتاعه كويسة. يعني الليلة الناس ديل بيتكلموا عن الدين، أزعل مثلا بالفقير إذا كان متهم بالردة، يعني وليه أنت وأنت وين قبال كده؟ أكان متهم بالردة يعني. زول كان متهم بالردة، الردة دي ما معروفة لكل الناس ديل. الكلام كله تكلم عن انه السودان كله اللي وسائل الاعلام تكلمت عن الردة. الناس دي ذاتهم الطريقة بتاعت الخطاب بتاعهم يعني بطي طريقة كده ما معروفة ذاته من ألست ما في لها حاجات يعني وحشانية كده شديد. أنا قبل جاي من العشاء هنا من شارع المين لقينا اثنين راكبين موتر من الجماعة دي ذاتهم، واحد داك شال رابطه شديد هنا دي والدقن هنا، قال يا جماعة الداخلية وين؟ قلت وي شو قلت في شنو؟ لانه ناس الصندوق القومي ديل شايف اليومين دي خدت لنا اعلانات هنا بتاعت اخلاء وتسجيل وجينا حاولت معاه الشغل ده كتمت. الناس بتجري تلف حاجات يا شباب، لكن ما بالطريقه دي. هسه جايين لكم 5000 طن نفر عشان توصلوا رساله بتاعت انه جمهورين امبارح اشتغلوا هنا، جايين ترد لهم يعني تقول لهم انتوا كده والله كده، والله جايين تردوا هنا تقولوا الشيوعيين كده والناس كده. انتوا الجماعه السلفيه كلها وين تبنيها لقضايا دارفور الشغاله من 2003 لليله حرب؟ وين الكلام ده؟ يعني انتوا الليله لما تيجي تتكلموا تقولوا نحن جماعه اصلاح ديني، جماعه عدل ومساواه، انه نحن دايرين نسوي المجتمع ده، وين للتغيير الاجتماعي اللي بيحصل من البلد دي من 56؟ وين للتفكك بتاع هويه الدوله السودانيه؟ وين للتفكك بتاع هويه الشعب السوداني؟ وين لانفصال الجنوب لما انفصل بسبب ازمه بتاعت هويه؟ الكلام ده وين له يعني؟ وين انتوا قلتوا؟ وين ما تيجي تبنوا لنا كلام قضايا حقيقيه بتاعت واقع سوداني، مجتمع سوداني؟ البران في ناس مستوى الطلاب وجودوا ديل يا جماعه بيصدقوكم، بيصدقوا انه الناس ديل واقع عليكم، لكن احنا لنا 5 سنين قاعدين في البلد دي عارفين انكم انتوا قدامكم دي شنو؟ ما بتاثر معانا. زول بيجي بيمسك المايك ده داير يتكلم بيقول احنا قضيتنا التوحيد والله للحاد بيقلبها لكوميديا. زول بيجي بيصور اليوتيوب وبيتهموا ناس اتهامات باطله بانه هون كده كده ويصوروها ويسموها حقيقه هؤلاء. زول ما عنده تنظيم، ما محزب، بينشروا في اليوتيوب انه هو كوز، انه كده، انه اكس، انه اكس، عشان يسوي سوقهم، عشان انه ناس السعوديه من هناك يكسروها لهم السعوديه، انه ناس السلف ديل شغالين كده هاقول لك سيريو. ما سمعنا نحن الليله قاعدين، نحن قاعدين هنا دي ما سمعنا لنا انه سلفي والله انصار السنه اعتقلوا ناس جهاز الامن في قضيه طلابيه. ما سمعنا الحراك الطلابي اللي بيتكلم على مستوى الجامعات السودانيه دي انه السلف الصالح ديل ضد النظام. ما سمعنا الكلام ده، ناس مثلا بالفقير ديل بس قاموا يوم ذاك قالوا كده 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 خستكم، بس خستكم خست ناس الحكومه دي قالوا دي الناس المرتدين كلكم مع بعضكم كوكتيل حكومتكم انتوا. نحن بالنسبه لنا نحن كطلاب شرفاء دينا شنبات، ديل طلاب شنبات منبع العقل، انه في معرفه هنا حقيقيه قاعدين ناس تستنير عارفين ان احنا نقول في شنو. ما ممكن الواحد جاي لنا 50000 نفر عشان تقولوا لنا احنا نتكلم عن التوحيد وعن القضايا، واللي بعدين الفرصتين دخلوا ديل الشباب ديل الاثنين دخلوا ديل طلعتوا من ردهم بصوره ده. يعني انا الزول ما قال انا من اولاد البرعي ولا قال انا مريد البرعي، شغال تكلمنا على البرعي بجيب الولد ولا بجيب البنت، ولا الزول قال لك انا صوفي بيت احنا، قال لك انه الدين خش على السودان انه دين صوفي، يعني دي ما تنقص فيها الكلام ده. الحاجه دارين ناس الله نحن وانتوا كانت تنبهونا تقول لنا احنا جايين ذاته عشان نوريكم احنا شنبات شنو، بس نحن تفاجئنا بدقون وحياه كبيره قاعده هنا، بس على الاقل على الاقل
لو ما تفاجأنا بانه نحن دارين نرد ليكم ودارين ننسق ليكم، لانه من طلق علمي اكان كلمنا لازم يشرب لنا زيد العصيده ولا الباص اللي جايين ضيوف. اكان بنقول الكلام ده على الاقل ده بس يعني ده كلام كان بنقول لكم. لكن يعني بجد انتوا لما تجوا تتكلموا هنا وما شاء الله عندكم امكانيات مثلا سماعات تكنولوجيا، قال سماعات وهاتينا وقف قصاده وكاميرا، عندكم امكانيات بيتكلموا على ده دي. تعالوا اتكلموا عن التغيير الاجتماعي في الدوله دي، تعال اتكلم عن التفكك الاجتماعي داخل الجامعات السودانيه. ليه التنظيمات الاكسيه بتقعد براها، الشعبيين بيقعدوا براها، الشيوعيين بيقعدوا براها، وليه؟ تعالوا اتكلموا انه نحن كمجتمع سوداني نعيش في الدوله دي كسودانيين فقط، ليس الا نعيش في الدوله السودانيه باي اكس بتاعه، بغض النظر عن الدين بتاعه، بغض النظر عن اللون بتاعه، بغض النظر عن الموقع الجغرافي بتاعه. اتكلموا عن القضايا اللي هي بتمس الشعب السوداني، القضايا اللي بتطور التنميه بتاعت الدوله السودانيه. ما تتكلموا لنا من كلام من الستم يا 1444 سنه ولا 1000 وكم ما عارف، زول بس همه طق نوم يخستك. مذنب الفقير ده والله غير خستك ما عنده اي حاجه. هسه يجي يعني يقول لك ليش اتكلم ابو الدبرق وابو الديك وبالرق وبالفاك؟ انت يا جماعه احنا هنا طلاب جامعيين، طلاب جامعيين معروف انه طلاب طالب جامعي ده المعلومه دي بتلقاها بيعرفها باي وسيله كانت. لما نجي نتكلم نحن هنا دي كطلاب بنقول يا جماعه مفترض نعمل كده كده. يا طلاب جامعيين السلف ديل ما دارين، انصار السنه ديل اخطاهم كده 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 كده، الشيوعيين اللي جايين ماسكينهم اخطاهم كده كده كده، الجمهوريين ديل اخطاهم كده كده. ما تيجي تتكلم هنا تقول الزول خش رد فرصه تسوي خطبتك ده تسويها في سوق سته بتتكلم عنه انت ده، تسوي خطبتك جوا الداخليه هنا. دي ما خطبه هنا الداخليه، هنتكلم البرع جاب ولد ولا جاب بنت، ده ما شغلنا نحن. هذا البرع يجيب ولد يجيب بنت يجيب حاجه ثانيه احنا بنعرفها. الحياه دي ما في السوق هناك يا زول، دي داخليه هنا يا زول. انت عندك عداوه مع انصار السنه وعندك عداوه مع الصوفيه، قول لهم في مجتمعاتهم امشي حوش الخليفه ده هناك قول لهم اي حاجه يا زول. دي جامعه، ده هنا منبع علم. شكرا لي تحت الفرصه يا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أنا أبدأ من آخر كلام الأخ المتحمس وقال دي جامعة وده منبع بتاع علم، فياريت من خلال الفرصة بتاعته لو كان ناقش مسائل علمية وطرق نقاط علمية كان نجاوب عليها، لكن هو حاول في نص الضجيج والإزعاج إنه يزلق له بعض الكلمات اللي بتدل على دفاعه عن الفكر الشيوعي الواضح جدا، ودي احنا ما بتخفى علينا، تمشي تتعاملها مع اي زول ثاني، لكن احنا بنكتشفك بسرعه جدا. طيب من النقاط اللي قالها واخطر النقاط بعيدا عن الهرج الكثير اللي قالوا ويحسس الناس كانه عنده موضوع وما عنده موضوع، لكن في عبارات قالها وعبارات بجد خطيره جدا. قال خلونا احنا نعيش كسودانيين بغض النظر عن الدين وبغض النظر لا انا سامع والكلام مسجل، اصلا انا كلمه بركز في الكلام اللي قاله هو وكلمه ما قال انا ما بقولها. بغض النظر عن الدين، ما خلاص ما في تسجيل، هو ما قال في يوتيوب، يوتيوب قاعد. بعدين كلمتك دي بغض النظر عن الدين دي حجيك اول واحده، وانت اليوتيوب الخايف انه بعدين حتلاقيه قدامك. انت بغض النظر عن الدين، من الذي امر بالدين؟ امر به الله سبحانه وتعالى، وربنا خلقك انت وخلقني انا هو اللي امرنا بالدين، وربنا هو الذي قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم من عند الله اتقاكم. تقول لي بغض النظر عن الدين؟ دار يجي يزلق الدين الإسلامي ويروح في وسط التعددية السودانية. نحن ما عندنا مشكلة في التعددية السودانية في أي جانب ما لم تخل بالدين، تعددية قبلية ما عندنا مشكلة معاه. نحن الآن أخواننا جايين معانا والشباب المعانا والطلبة المحترمين في الداخلية اللي قاعد يستمعوا لنا، أي واحد مننا من قبيلة براو ولا أي مجموعة من قبيلة، ومعجبين جدا بتعددنا القبلي والتمازج الثقافي اللي احنا بنعيشه من حيث القبليه، ما عندنا اي مشكله. واحد من الشرق، واحد من الشماليه، واحد من الغرب، اصلا احنا اللي بنتحدث في الركن ده شهاب ده من المسيريه هنا غرب السودان،
وانا من عرب الجزيره بجاي والزمن ده من اقصى الشماليه بغادي وما عندنا اي مشكله في تعدديه ثقافيه. لكن كونك تقول لي نحن دايرين تعدديه دينيه وما عندنا مشكله معاه، تبقى انت دار تلعب بديننا، تبقى انت دار تزلق معلومات وتعمل فيها الذكي علينا، ودي ما علينا نحن. مش العب غادي يا ولد، امشي العب غادي، نحن ديننا ما بنلعب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل على عربي ولا عجمي إلا بشنو؟ بالتقوى. ربنا قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ربنا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ معقول المسلم يكون زي غير المسلم؟ واحد سواء؟ ما ممكن يا أخي. تقدر تجي تزليق لنا بالراحه كده تعدديه بغض النظر عن الدين؟ قال بغض النظر وعلى كيفك انت. هو في العالم ده كله، سيبك من السودان، في العالم الدين دوله واحده او اي مجتمع في العالم يتعامل في دولته بغض النظر عن الدين. وين؟ في امريكا في غض النظر عن الدين؟ امريكا لفتره قريبه ما يحكم امريكا الا واحد يكون WWA، تعرفها دي؟ بلوزه بتعرفها؟ WWA معناها شنو؟ الا يكون وايت. W الاولى وايت، W الثانيه يكون يكون WPA، الثانيه بروتستانت هوايت، بروتستانت امريكان، دي ثلاثة WPA. ده في امريكا اللي انت مفتخر بيها. في الاتحاد السوفيتي لحد ما انتهى كان بيحكم غير شيوعي؟ في غيره، في الصين الان ما في بلد من البلدان الا والدين عندها يمثل، الدين بيمثل في النهاية قاعدة يتحاكم على الشعب بغض النظر عن انه الدين عندهم باطل ولا دين صحيح. فهمت الكلام ده؟ فما تجي تزق لنا كلام فارغ. قال تجيبوا لنا الكلام لو تخيل، ودي اخطر من الفاتك. قال تجيبوا لنا كلام لو 1400 سنه، قال ولا ما قال؟ الكلام اللي هو 1400 سنه شنو؟ ده كتاب الله، ده كتاب الله. زول ما يحترم كتاب الله. ربنا قال: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. القرآن قال تجيبوا لنا كلام له 1400 سنة، ده القرآن؟ ده احترامك انت للقرآن؟ وقال جاي أناقش أنا بفكر، وانت بنفس الكلام أنا بقول لك انت جاي تجيب لنا تنظيرات، تنظيرات ليه أكثر من 1500 سنة؟ انت قايل كلامك اللي بتجيب فيه ده، والجماعه اللي لبسوك البلوزه ديل بالافكار بتاعتك دي، انت قايل ده كلام جديد يعني؟ ده كلام جديد؟ ده كلام بتاع ناس ارسطو، ارسطو طاليس، ارسطو ضبطين، الواد ده ما فاهم حاجه. ارسطو ده قبال عيسى ابن مريم ب 100 سنه. عيسى ابن مريم عليه السلام ده قبال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قباله؟ ده قبل ال 1400 سنة. وهذين ناس ارسطو طاليس والجماعة بتاع سقراط، ناس سقراط، ده القبال عيسى ابن مريم ب 100 سنة. يعني أقل شيء كده بالميت ده 1700 1800 سنة. ده يجيب لنا نظريات هو ذاته ما بيعرفها. هو ده ما بيعرفها. أنت نظرياته مثلا بتاعت الشيوعية ده كان قلنا لك جبناها، جيبها لنا. القرآن ده كده نرجع له بعد شوية. جيب لي النظريات دي انت بتعرفها؟ هو ده ذاته ما بيعرفها، ده اللي ما فاضي من الخلط، ده اللي استقطب انهم بنات، واحد بنت بتقلب لي عينها ترفع عليه وتنزلها ويعز به جارك. ده اللي ما قروا الفكر الشيوعي ذاته ما قروا. النظريات الشيوعيه ذاته هم ما قروها. انت ما قريت حاجه ولا استقطبوك بكم انت؟ بشنو؟ يا ولد تمسيبنا على يا اخي ستة انفار يجيبوا سندوتش طعميه، ستة انفار يستقطبون في الشجره. يجي الان دار يتكلم عن انت تنتقد القران؟ كلام قال له 1400 سنه بالله؟ هو ذاك اللي بيتكلم عن نظريه التطور قبل شويه، اللي بيدافع عنها، قال نجيب بقره فريزيان
والبقرة دي نهجينا بفريزيان وتجيب لنا عجل جديد. هو هو التطور، التطور ما بيتكلم عن نوع واحد بيتحسن، هو بيتكلم عن انتقال من نوع إلى آخر. أنت ما فاهم الحاصل، يعني بقرة تنقلب عتوت، ده الموضوع هنا، من بقرة لعتوت ومن تيس لأبو الدبرق. فهمت كلامي؟ أنا ما فاهم نظرة التطور ذاته، ما فاهمها. قال نزرع محاصيل محسنة، بالله صفق لك محاصيل محسنة، ده ما تحسين في الخلق ذاته، ده ما تحسين، وأسباب ربنا جعلها بيحسن بيه ده. يعني البهائم دي الله جاب لها علف، انت تديها العلف تأكلها لها نيه عشان تبقى كويسة، أكلتها بتسمن، يعني كان سمنت نقول تطورت؟ أسيت كان علفوك كويس وسمين تقول أنا تطورته؟ ده ما تطورته، ده انت ذاتك يا شح سحمان الليلة وضعيفة مس، ده ما التطور يا اخواننا. نحن مشكلتنا بنناقش في ناس، الواحد ما بيعرف الفكر حقه ذاته، مو حقنا نحن، حقنا نحن ما بتعرفه، خليك منا منهجنا نحن انت بتعرف، لكن فكرك انت ما بتعرفه شنو ذاته. فهمت؟ هو داره لما اتكلم عن اصلا انواع بناء بداها بحشرة في مستنقع، قال الحشرة دي اتطورت، من الحشرة بقت قرد، القرد من 4 كرعين بمشبين، بعد شوية رفع 2 فوق بياكل بين في الشجرة، لما بقى بياكل بين استغنى عن الديلك في المشي، بقى بيمد بالتحتانيات، بعد شوية ضرب مشى وين ما معروف بقى زول. من حشرة لزول، ده التطور، من حشرة لزول. لكن بقرة يا أخي ما تخجلنا يا عليك، الله يهديك يا أخي. طيب بعد ذلك قعد يخم الطلاب بقضايا، نحن بنتكلم عن منبر ديني بناقش مسائل دينيه وافكار بتاعتك انت، كونك تقول لي وين انتوا من انفصال الجنوب؟ هاي الجنوبيين استفتوهم قالوا انتوا ماشيين حالكم، قالوا دايرين نمشي عنا، انا مش هجيبهم ولا شنو يعني؟ على كده شوف ده الجنوبيين فصلناهم نحن يا ناس، استفتاء الجنوب، الجنوب قالوا ماشيين حالكم، استفتاء قالوا دايرين برانا ودايرين حكومتنا والسودان بتاعكم ما دايرينه، قول لهم بخيتين فوتوا، يعني انا اناديهم ولا كيف؟ اكد امشي انا انادي الجنوبيين اللي رايحين ثاني هنا، بالله شوف جنس ده. ما تناقش لك قضايا ما بتخصك انت، انت في منبرك ده، نحن دايرين نناقش افكارك انت وبنعرض منهجنا، تعال قول لنا منهجكم ده ما نافع معانا. انت التضخم اللي بتتكلم عنه، قبل ما تكلمتوا عن التضخم وزيادة الأسعار، نحن طرحنا حل للتضخم ولغيره، الحل ده قاعد عندنا في القرآن ونحن مؤمنين به تماما. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، النتيجة لفتحنا عليهم بركات من السماء تنزل من فوق ومن الأرض بتطلع من تحت، ولكن كذبوا، النتيجة بتاع التكذيب شنو؟ فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية دي عندنا عمدة في الاقتصاد وعمدة في إصلاح البلد، طرحنا لك الحل بتاعنا ده، انت عندك رأي فيه وتعال ورينا له. ما مؤمن بالله؟ ما مؤمن بالقرآن؟ سورة الأعراف ما مؤمن بها؟ تعال قول لي، أنا ما تقول أنا عندي رأي فيكم انتو، قول أنا عندي رأي في الآية دي. ما كتبنا نحن دي، نزلها الله آية في القرآن، والله آية عديل يا ناس، الناس اللي يفهموا بلوزة آية دي، أوه آية أوه آية في القرآن. داري فهمون كيف هسا؟ قال جايين قال تضحكوا الشباب، جايين تضحكوا الشباب، وأنا هسا حكيت نكتة؟ انا ما بقول كلامك ده، انت الناس بيضحكوا، يعني انا اسولون شنو؟ اسكتوا تاني ما افضل يضحك، اوعى يعني اسولون شنو انا؟ ما انت كلامك بضحك يا اخي، انت ما فاهم نظريتك. ده بيجي بيقول لي بقره هنا فريزيان، لا ده هسه ما بضحك، يعني بقره فريزيان نظريه التطور، بقره سمنت ساي ده نظريه التطور، ولا السمسم شتتنا. وبالمناسبه أنا أديك ضيفة برضو النظرية بتاعتك، شفت القمح ده؟ القمح اللي عندنا مشكلة تضخم بتاع ذاك والتطور بتاعك، لما نعمل تمازج بين التضخم بتاعه وبين التطور بتاعك الاثنين، ونجيب القمح بتاعنا ونشتت له الروس بتاع الحمام، تعرف الروس الحمام؟ وسخ الحمام ده؟ الحمام مش بيعمل حاجات كده؟ تشتت للقمح
ده بينتج انتاج بيعمل تطور تطور في القمح وبحل مشكلة التضخم بتاع الداك. يا ناس عليك الله، هو انت وسخ بتاع حمام بحل مشكلتك، لكن انت مشكلتك ذاتك ما عارف مشكلتك شنو عشان انت تحلها ذاته. كهربته عالية الولد ده، او زينوا الادابتر بتاعه ده. نحن بنركب لك ادابتر، المنبر بتاعنا ده فيه ادابترات بتوزن الحرارة العالية، زيد بننزلها بنوزنها لك. البقرة الماسي منت بنسمينها شوية، الامور بتمشي كده. قال اي زول هنا قاعد يجي يتكلم على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة والصوفية بيقولوا الكتاب والسنة، ونحن بنقول الكتاب والسنة. ده وصلنا اللي فاهمينه، انت بتقول الكتاب والسنة وديلك بيقول الكتاب والسنة وبرضه مختلفين، اذا ما في داعي للكتاب والسنة ونقعد ساكت بالله. لا لا لا، الاختلاف ما في الكتاب والسنة. نحن والصوفية الان ما اختلفنا في نص القرآن، نص القرآن ده ما اختلفنا فيه. الاختلاف يبدأ في الفهم، والاختلاف في الفهم ده ما عشوائي، ما عشوائي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وقت نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم جاب السنة، هذه السنة وذاك القرآن عنده مفهوم صحيح واحد لا يتعدد. عشان ما تقول لي لا لا، ما دام القرآن والسنة قاعد بس إذا يفهم بمزاجه وإذا يكون عنده دين براو، لا لابد الفهم يكون واحد عشان الناس يجتمعوا، لابد يكون الفهم واحد. وإنت كلمتك القدتها قبل، أنا دار أختم برد عليك وأقول إنه دائرة السودانيين يعيشوا من غير أي تكتلات. نعم نحن قبلانين نعيش من غير أي تكتلات حزبية ولا طائفية، ما دارين أحزاب ولا دارين طوائف ولا دارين جماعات دينية، نحن دارين نعيش بشرط مسلمين، دارين نكون مسلمين وكلنا عزيزين بالإسلام، وكلنا نتعلم الإسلام من المصادر الصحيحة من القرآن ومن السنة بنفس الطريقة الفهموها الصحابة، وربنا أعزهم وأغناهم وأعز بهم الدين ورفع بهم راية الإسلام بنفس الفهم ذاك. انت الليلة التجارب الموجودة على وجه العالم كلها انت بتقر بأنها تجارب فاشلة. زمن عثمان رضي الله عنه قال وإنه لينادي المنادي في زمن عثمان فيقول أيها الناس هلموا إلى أكسيتكم فخذوها، ياخذوا الكسوة، هلموا إلى أغذيتكم فيأخذوها وافية، يجي يشيلوا الأكل، هلموا على السمن والعسل يجي يشيلوا، أرزاق وافرة وخير كثير كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، راكدة لحد ما يكوسوا ذول يدوها لهم يلقوا ذاته. ده في زمن عثمان بن عفان، لكن بعد ده في ناس نوعية ده ما كانوا رضيانين. عشان كده يا طلاب ما تحسب كل ضجيج، كل ضجيج ونعيق انه صاحب حق، زي ديل ما عنده حق، في النهايه داير ياكل هو. والاحزاب اللي بتنادي الليله دي ما تتغشى انت، انا ما عندي قضيه معاه من ناحيه سياسيه، ما عندي معاه اي شغله، معارضه حكومه ما عندنا قضيه معاه، لكن دايرك تفهم نقطه، هذه الاحزاب اللي بتنعق الليله وبتنادي بحقك انت ما تظن لحظه إنا لو بقد على الحكومة حتعاين لك أنت، والله تكون واهم، ولا ما قرأ التاريخ، ولا حبوبتك ما حجتك ذاته، حبوبتك سايتك وما حجتك. لو ظنيت الظن ده في النهاية أي واحد منهم، أي واحد منهم داير يلم في البلد دي عشان ينسفه ويأكله بس، ما أكثر من كده. لكن بغشك يا أخي، الشيوعيين ناس ما يعترفوا بالله الخلقهم، الله الخلقهم ما يعترف به ولا يقر به، ده نحن نثق فيهم ونأمنهم أموالنا وأعراضنا وديننا وأخلاقنا. نحن نأمن الشيوعيين أخلاقنا، البتاج البيت بتاعتهم البيت مع الراقي ديك لما جات في التلفزيون وفي العلن قالت أنا ليه باجي داخل البيت الساعة 2 وبتاع السواري بيقول لها أنت مطلوقة، بتاع السواري قالت بيقول لها مطلوقة الساعة 2، يعني يقول لك شنو؟ ما شاء الله عليك، ده اللي احنا راجعين نأمنهم بناتنا يا اخواننا، نأمنهم اعراضنا ونأمنهم مالنا، مره تنطلق الساعه 2 صباحا تمرق براها وزول زاله ما في بحراقي براها لافه في الشارع لافه لشنو ده هسه؟ الساعه 2 يا اخي، الساعه 2 الكلاب بخافن، الساعه 2 هي مالقه. قال مزمل الفقير متهم بالرده، متهم ما يزال بيتهمه،
هسه انا ممكن اتهمك، انت قال الاتهام ده شنو؟ اتهام صعب يعني؟ وده انا دريك درس في القانون برضه بعد البقره والهناي، نديك درس في القانون، انت قال الاتهام ده شنو؟ هسه انت بتمشي المحكمه تقول والله انا ارى انه فلان ده ارتد عن الاسلام، طبعا المحكمه بتدوي لك بلاغ فلان ارتد عن الاسلام، وانت كده وخلاص تجي تقف قدام البهناء القاضي ومحامي وهنا موكلي، اوه ده اتهام اسمه اتهام. تتهم اي زول باي حاجه. لكن في النهايه يبقى هل ثبتت ولا ما ثبتت؟ ده الاجابه هنا. واتهامه ده بيدل على انه عنده اعداء في الساحه، واعداءه في الساحه ده المنو؟ اعداءه في الساحه ده المنو؟ اعداءه في الساحه ده الصوفيه. والصوفيه قبل شويه بيتكلموا عنهم قالوا ماسكين الكون والكون ده في يدهم وبيتصرفوا زي ما دايرين. واحد ضحك لي قال لي في شيخ بتاعهم عنده نظارات كده كان بيعالجوا في اسبانيا الايام دي. واحد كده بنظارات خليك من اسمه منو؟ ده قال شدة ما بيتصرف تمام وزول مالك تمام؟ قال ما بيشرب الشاي الاحمر الشاي اللبن، بيشرب الشاي الاحمر بس. قام خدت له شاي بتاع لبن قدامه مسك الكوبايه قال جيت شرب الشاي الاحمر وخدت اللبن في محله. شوف بيتصرف في الكون بدقه زي دي يعني، ولي صالح من الاولياء الله الصالحين بالصوره دي بيتصرف في الكون. وبعد ده بيجي بيفتحوا بلاغ في مزمل المسكين ده، يفتحوا فيه بلاغ ليه؟ ما يتصرفوا يشربوا الدم ويخطوا مزمل الفاضي زي ما هم بيعملوا كده. ده كله كلام فارغ، كله كلام فارغ ما بيقدم اي حاجه. في تاني فرصه يا شيخ